أحسن الله إليكم. من السودان هذا السائل يقول: طلب مني والدي أن لا أتزوج من فتاة متدينة ومصلية لغرض في نفسه من والده، حيث كان بينه وخلاف، فهل أستجيب له مع أنني أحب هذه الفتاة لدينها وعلمها؟ أنت ذكرت أنه لا، أن والدك لا يكرهها من أجل دينها، وإنما يكرهها من أجل ما بينه وبين والدها. المفاهمة والإقناع بلا شك مطلوبة، فبإمكانك أن تقنع والدك بالتزوج منها، فإن اقتنع وإلا فالحمد لله. النساء كثير، لا تغضب والدك، النساء كثير ويرزقك الله خيرا منها. نعم.